أهم نقطة نمط حياتنا اللايف ستايل تبعنا، كواليتي اوف لايف تبعتنا كيف ممكن ترتفع عشان نقلل من أعراض القولون العصبي. القولون العصبي من اسمه عصبي، يعني بيجي من الستريس. الستريس مش كلياته سيء، بالعكس في انواع الستريس منيحه، وكيف تقبلنا وكيف احنا ممكن نتعامل مع الستريس هو اللي فعلا بحكي لنا رح نتاثر ورح يصير عندنا اي امراض او عوارض ثانيه. رياضه من الاسباب الرئيسيه ومن اهم الاشياء اللي ممكن احنا تخفف من اي عوارض من الستريس، فبنصحكم نمشي كل يوم ربع ساعه ثلث ساعه على الاقل للاشخاص اللي ما بيقدروا يلتحقوا بالجيم او يسووا اي نوع رياضه ثانيه، وقد ما بنقدر طبعا نطلع نتمشى برا او اي شيء نشم هواء ونشوف مناظر طبيعيه كثير بيساعدنا اكثر. الشيء الثاني نمط حياتنا انه ننام كثير منيح، لانه قلة النوم بتاثر كمان على كل عمليات الحيويه تبعت اجسامنا وبتاثر كمان على عوارض القولون العصبي.